عربيه اكل العيش طيب. عربيات الفان الصيني وضعها مختلف شويه عن العربيات الملاكي، وخصوصا في ايام الحر اللي احنا فيها دي، فالعربيه دي عايزه معامله خاصه قوي عشان تحافظ عليها من الحر وما تسخنش منك وتعطل. والاستاذ حماده هيقول لنا احنا النهارده هنتكلم عن السخونيه، خاصه في الايام اللي احنا فيها دي ان الجو فيها حر جدا. فطبعا العربيات دي بيعتبر حديد بياكل في بعضه، فلازم نهتم بدوره التبريد بتاعه العربيه من اول طرمبه الميه لحد اخر حاجه في العربيه. هنتكلم النهارده عن دوره التبريد. دوره التبريد دي في العربيه لازم نهتم بيها بالذات في ايام الحر. اولا انا ما ادورش العربيه الصبح الا لما اكون متاكد ان الميه كامله في الريداتير، سواء كانت العربيه بسربنتينه زي كده دي بيبقى ليها قربه ميه، لازم تبقى قربه الميه مليانه. طب انا مشيت دلوقتي بالعربيه والعربيه سخنت مني، ما افتحش الريداتير دوت لو العربيه سخنه غير لما العربيه تبرد تاخد درجه حراره المكان، لان لو فتحت الريداتير او السربنتينه ممكن اسبب لنفسي في مشكله ان الميه تحرقني او القربه تضرب، هتبقى في مشكله، هتبقى في ضغط هواء مع ميه سخنه. فطبعا بهتم بترمبه الميه، ترمبه الميه بتاعه العربيه دي اللي بتوزع الميه في العربيه كلها، وكاوتش الميه ده اللي بيشقق بقى دايما، بيشقق لو لقيته منتفخ والقطر بتاعه بيبقى اهو، لقيته منتفخ زياده عن اللزوم، لقيت فيه تشققات قبل ما بتحصل مشكله ويبقى معايا مشكله واركن في مكان وادور على كاوتش وده وده، لا انا خلاص الصيف داخل عليا بدمم على الحاجات دي. ترمبه الميه يبقى ده 100% لان فيها مراوح من جوه. كاوتش الميه، مواسير الميه لو فيها اي شروخ اي حاجه بتنقط ميه وبتعمل لي مشاكل تاني. خامه المعدن ايه؟ ده صاج مجلفن بيجي من الصين.